تعتبر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أوائل وزارات ومؤسسات الدولة المتفاعلة مع قرارات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال آلية تنظيف وتعقيم المساجد ودور تحفيظ القرآن الكريم وبث الرسائل الإيجابية من خلال الخطب والتوجيهات الإرشادية بلغات متعددة. katulad ng paghugas ng kamay na may kasamang tubig at sabon. دوسری بات یہ کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے ہم لوگوں کو کثرت سے دعا کرنا چاہیے. للحديث أكثر عن هذه الجهود معنا في ليالي الكويت المهندس فريد عمادي، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. نكمل معكم مشاهدينا في ليالي الكويت، وأكيد نرحب بالمهندس فريد عمادي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياك الله. الله يحييك، بارك الله فيك. حياك الله مهندس فريد. نبي بالبداية نتكلم على تدابير الاحتراسية من بداية أزمة كورونا عندنا بالكويت اللي قامت أكيد فيها وزارة الأوقاف. أمانة إحنا من بدت الأزمة وأول ما صدر مجلس الوزراء الموقر مجموعة من القرارات والإجراءات اللي كلف فيها كل مؤسسات الدولة، طبعا كان إحنا علينا دور كبير وهو الدور التوجيهي الخاص في مساجدنا وأيضا في خارج المساجد. وبالفعل إحنا بدينا حقيقة من أول ما تم يعني اتخاذ مثل هذه القرارات، وحرصنا حقيقة على إيصال الرسالة اللي مفروض نوصلها لعموم المواطنين والمقيمين. هناك حقيقة مجموعة من المعاني والمفاهيم الشرعية اللي لازم نوصلها حق الناس في مثل هذه المرحلة، مثل مفاهيم المتعلقة بالإيمان بالقضاء والقدر، قضية التوكل على الله سبحانه وتعالى، عدم الهلع، عدم الفزع، الاطمئنان إلى ما يقدر الله سبحانه وتعالى، الصبر، اتخاذ الأسباب، وهذه قضية مهمة جدا في مفهوم التوكل على الله سبحانه وتعالى. تمام التوكل على الله سبحانه. من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى اللي هو أخذ الأسباب اللي قاعد تدعو إليها وزارة الصحة. نعم. والجهات المختصة بضرورة اتباع كل الوسائل والتدابير للحماية من هذا المرض. كل هالمفاهيم هذه حقيقة حرصنا على أن احنا نوجهها، وألزمنا حقيقة خطباء الجمعة تقريبا ما يقارب من 1000 مسجد في الكويت يصلى فيه الجمعة. نعم. ألزمناهم بخطبة أوصلنا فيها كل هذه المعاني، وأيضا بوقت قصير ما تجاوز العشر دقائق. نعم. لأن حقيقة احنا اليوم أيضا مهم جدا أن احنا نوصل هذه الرسالة بأقصر مدة، وحتى ايضا قلل فترات المكوث في المساجد او غيرها. بس على طاري هذه التدابير اللي اتخذتوها لتوعيه الناس، في فتوى اليوم صدرت من وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه تقول على المصاب بمرض كورونا او من شك في اصابته ان يبلغ الجهات المختصه ويعتزل الاصحاء ولا يدخل المسجد لصلاه الجماعه وصلاه الجمعه، وإن لم يفعل ذلك فهو آثم. صحيح. تحدثنا أكثر عن الفتوى. أمانة إحنا يعني اليوم هذا الدور أساسي في توعية المصلي، لأن حقيقة وجدنا حقيقة تواصلنا أيضا مع الأخوة في وزارة الصحة أن البعض يتهاون في هذه القضية ويظن أنها تعليمات يعني ما تكون ملزمة. نعم. يعني حقيقة حبينا نبين أن عملية الإيذاء للآخرين وبالنسبة للمصلين أو لأي فرد من أفراد المجتمع هذه من الأمور اللي حرمها الشرع. ولذلك أي واحد مصاب بهذا المرض أو يشك أنه مصاب بمثل هذا المرض أو عنده شيء من الأعراض واجب عليه شرعا ويحرم عليه أنه يرتاد الأماكن اللي فيها تجمعات. وإذا جاء المسجد، أنا بعض الناس يتساهل يقول لك والله أنا بروح أصلي الجمعة أو أصلي الجماعة، لا، أنت بتروح تأخذ أجر، راح تأخذ إثم لأنك أنت آذيت ويعني أصبت الضرر للآخرين. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل ما جاء في الحديث من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. يعني إذا كان الإيذاء بالرائحة يمنع فيها المصلي من إتيان المساجد، فما بالك الإنسان اللي فيه مرض معدي كورونا أو غيره. فبالتالي حقيقة الأمر في غاية الخطورة، إحنا نحذر وننبه ونقول يا جماعة أنت رايح المسجد تبي الأجر ولا تبي الإثم؟ ما في شك أن ما في إنسان جاي المسجد إلا هو طالب الأجر. لا. وطالب المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى. سبحانه. الأجر في صلاتك في بيتك، الأجر في أنك أنت ما تروح تغشى هذه الأماكن التجمعات
وتروح تنقل العدوى والأذى للآخرين. نعم، يمكن مهندس فريد يعني بعض الناس ما تسمع لوزارة الصحة أو لوزارة الداخلية أو بعض الوزارات لما يعني يقومون بهذا الدور، لكن لما يجي الدور هذا من واجب ديني ومن أكيد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يكون له أثر خاصة على المسلم والمقيم اليوم يعني أكيد من المسلمين داخل الكويت. إحنا حقيقة في هالمفاهيم كنا نشرناها حتى في خطبتنا الأول، الخطبة الإلزامية 28/2، لكن حرصنا نطلعها فتوى. ليش؟ حقيقة حتى نعطي الموضوع شيء من الأهمية، وأن هذا حكم شرعي هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف أكدت عليه، وبالتالي يحرم على كل إنسان يعني مارس مثل هذا التصرف ياخذ الإثم بدل ما يروح ياخذ الأجر. سبحان الله. ولذلك أنا أتصور اليوم الحمد لله كل المسلمين يعني حريصين على أن يكسبون الأجر، ما يبي الإثم. نعم. فتبي الأجر خليك في بيتك. أكيد. لا تنقل الأذى للآخر. مثل ما قلنا وذكر السادة المشاهدين أن دولة الكويت هي من أوائل الدول اللي كانت سباقة في اتخاذ كافة الإجراءات لمحاربة هذا الفيروس. أيضا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كانت سباقة في إصدار فتوى. بعد ذلك رأينا بعض الدول في المنطقة أصدرت فتاوى تتماشى مع هذه. لكن اليوم في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في عدة يعني أماكن موجودة لكم تحت يعني إشرافكم أنتم. اليوم المساجد، هل حرصتوا بتعقيم هذه المساجد لأكيد المصلين وأكيد بقية الأماكن التابعة لوزارة الأوقاف؟ احنا طبعا بالنسبة للتعقيم حرصنا من أول اليوم، وبالتواصل أيضا مع الأخوة في وزارة الصحة بتوفير مواد التعقيم عند المساجد. والحمد لله في أقل من يمكن 12 ساعة بمجرد ما استلمنا وقبل صلاة الجمعة اللي هي يوم 28 وفرنا المعقمات عند كل أبواب المساجد. وأيضا في مرافقنا في الوزارة قبل ما تصير العطلة الإلزامية هذه وفرناها أيضا في كل مرافقنا المتناثرة في كل مواقع الكويت. نعم. والحمد لله يعني هذه أيضا ساهمت بشكل يعني كبير في تقليل مثل هذه الإصابات. وهذا حقيقة أيضا احنا بنوصل رسالة أيضا للآخرين أن اليوم لازم احنا نقوم بمثل هذه الإجراءات الاحترازية والتدابير في منع انتقال مثل هذه العدوى. نعم، ايضا احنا تابعنا يعني من خلالكم جهة تشكرون عليه اللي هو اللوحات الإرشادية او البروشورات الخاصة اللي موجودة باكثر من لغة. شلون شفتوا التفاعل عليها من المقيمين على ارض الكويت؟ احنا طبعا رسالتنا اليوم التوجيهية ما خصيناها فقط للناطقين باللغة العربية كويتيين وعرب. احنا ايضا عندنا جهود مع الجاليات. احنا عندنا يمكن 100 مسجد تخطف فيه صلاة الجمعة بلغات متعددة، الانجليزي والاردو والتاميل واللغات الجاليات. الخطب المعممة في الوزارة قاعد نلزم فيها خط المساجد الجاليات، وايضا رسائلنا قاعد نوصلها الإعلامية من خلال منصاتنا الموجودة وخلال وسائل التواصل. كنا نسجل مقاطع لمجموعة من الإرشادات سواء باللغة العربية مشايخ كويتيين أو باللغات المختلفة من الجاليات اللي لنا تعاون معاهم، وعندنا أيضا تواصل مع هؤلاء الجاليات من خلال يعني وسائل التواصل. سجلنا هذه المقاطع ونشرناها حقيقة فيما بينهم، وحقيقة لها أثر جيد حقيقة في توجيه هذه الجالية بالتعامل مع مثل هذه الأزمة. أكيد أبو قتيبة، الحين أنتم ما شاء الله خذيتوا الإجراءات أكيد لصيانة هذا الوطن وحماية وسلامة كل مواطن أو مقيم على هذه الأرض الطيبة، وسويتوا بعض التدابير في تقليص وقت خطبة الجمعة وأكيد الصلاة ما بين الأذان والإقامة. اليوم احنا الناس قاعد لا زالت تطلع وتحتك بالمجتمع الخارجي، يعني احنا نقول رساله لكل واحد يتابعنا اليوم، بما ان وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه اصدرت فتوى علشان تحمينا، فارجوكم لا حد يطلع من البيت الا للضروره، لان صح. الناس لا زالت تطلع. امس يعني اصدروا قرار مجلس الوزراء الموقر، كل العالم الجمعيات ومسوين احتكاك مباشر وجمع مباشر، هذه الاشياء خطيره لهم عليهم. يعني مثل ما اشرت يعني اليوم الواحد اللي بيطلع يطلع لي حاجه ضروريه، ضرورية. نعم. وقرارات مجلس الوزراء حقيقه كان هذا هو الهدف منه، انك انت والله في اماكن التجمعات خفف منها، يعني القعدات والديوانيات والزوارات هذه لابد انه يتم التخفيف منها، وهذه رساله حقيقه احنا حريصين على يعني ايصالها. وفما بالك في حتى في قضية الصلاة، احنا اليوم خففنا حتى طلبنا من الأئمة ما يطولون حتى في صلواتهم، يعني يقرون بقصار السور
ما يطولون يؤدون الأركان الأساسية في الصلاة بدون الإطالة. الإطالة مو وقت اليوم، اليوم احنا بنقلل فترة المكوث في المسجد إلى أقل قدر ممكن. في جهاز، في جهاز رقابي على من يطيل في؟ طبعا احنا في عندنا، طبعا احنا شكلنا حقيقة فرق طوارئ في قطاع المساجد يتلقى كل الشكاوى وأرقام تلفونات وزعناها على كل وسائل التواصل الموجودة عندنا لتلقي أي شكاوى. إذا كان في شكوى على خطيب أو إمام طول مثلا ما التزم بالتعليمات على طول، وإحنا الحمد لله نسبة الالتزام عندنا عالية من أئمتنا وخطبائنا ولله الحمد، يعني ما وجدنا إلا أشياء بسيطة وقاعد توصلنا وعلى طول نعطي التوجيهات للالتزام بمثل هذه التعامل. نعم قواكم الله أكيد على كل هذه الجهود اللي قاعد تقومون فيها اليوم في سبيل حماية المواطنين والمقيمين على أرض الكويت. نشكرك وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المهندس فريد عمادي على وجودك معنا في ليالي الكويت. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير.